السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق، وبإمكانكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب اللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية واللي راح نقراها إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة. نبدأ من أول موضوع مشاهدينا الكرام. طبعا تستمر قوى الإطار التنسيقي بتعطيل إقرار قانون العفو العام اللي طالب به كثير من العراقيين اللي اعتقل أبنائهم، أو كل العراقيين اللي اعتقل أبنائهم وكثير من العراقيين بالإجمال اللي اعتقلوا بدوافع طائفية وانتقامية، بالرغم من أنه كان أحد بنود الاتفاق السياسي اللي شكلت على أساس حكومة محمد الشيع السوداني. طبعا محمد الشيع السوداني تنصل من تعهداته بشأن إقرار قانون العفو العام، وأيضا بالوقت نفسه تتجاوز نسبة اكتظاظ السجون الحكومية أكثر من 300% داخل المعتقلات، بالمعتقلين اللي ينتظرون النظر في قضاياهم، وتتواصل مناشدات أمهاتهم لإطلاق سراحهم من السجون الحكومية وتمرير العفو العام لغايات إنسانية وسط استمرار التجاهل الحكومي لمطالبهم. خلونا نسمع هذه المناشدة من إحدى والدات المعتقلين وبعدين نرجع. احنا الامهات والله ندلينا، انت تتعفوا مو بس الولد، تتعفوا ان للامهات، لانه احنا تعبنا، هواي تعبنا، ها بنروح للسجون تدري شو يصير بحالنا، والله انا اقعد اسبوع انا اقعد مريضة. الله يخليك يا سيادة الرئيس، ان شاء الله سنة خير عليك وعلى أمة محمد، وفرح الأمهات واجبر بخاطرنا، والله يجبر بخاطرك والله يوفقك دنيا وآخرة، الله يرضى عليك، فرحنا يا سيادة الرئيس وطلع ولدنا، اطلع في العام لهالشباب هاي وخلي يتنفسون، كلهم عندهم أولاد، عندهم أمهات، عندهم أبهات، عندهم أطفال بهم وبهم شباب، الله يرضى عليك، الله يخليك، الله يخلي لك أولادك، أنا أمك أختك احسبني ودعا ناجدك، والله ما عندي غيره بس هو هذا، حتى أبو ميت والله العظيم أبو ميت وبس هذا عندي، ما عندي غيره، وأنا قاعدة بالإيجار والله انذليت مذلة ما صايرة ولا دايرة، الله يخليك سيادة الرئيس اطلع في العام طلع هاي الشباب. نستمر ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. يقبع مئات الآلاف من المعتقلين العراقيين بوشاية المخبر السري داخل السجون الحكومية ويعيشون ظروف قاسية، وبحسب إحصاءات فإن ما يقرب من 80% من المعتقلين لم يعرضوا على القضاء، فيما تستغل قوى متنفذة هذه الأعداد من أجل سرقة مخصصاتهم المالية. طبعا سبق أن أقرت وزارة العدل الحالية أن نسبة الاكتظاظ داخل السجون في العراق وصلت إلى 300%، وأن عدد المعتقلين وصل إلى 60,000 معتقل عراقي داخل السجون الحكومية، بينما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للسجون 25,000 سجين. خلونا نستمع لمناشدة أطلقتها والدة أحد المعتقلين. دور السنة تدور على العالم بالخير والعافية والصحة والسلامة، فرحوا قلوب الأمهات الله يفرح قلوبكم، والله تعبنا والله تأذينا والله ما ضل على حالنا حال، يعني احتبرونا أمهاتكم احتبرونا خواتكم، عرضكم محسوبين عليكم، والله نذلينا فرعنا لا وياكم، لطملة لا وياكم، ذبينا سينا لا وياكم، نمنا بالشارع لا وياكم، شين تردونا بالضبط، نريد وليداتنا ونعوف لكم الزمن بما حمل وعفى الله عن ما سلف، يعني ما أن خاطر نريد تفرحون قلوبنا احنا الامهات، فرحوا قلوبنا احنا الامهات اللي شنعت قلوبنا، البهات ماتت، الامهات ماتت، النسوان تطلقت، الفروخ سابت بالشوارع، البيوت تهزمت، نمشي عليكم الانبياء والاوصياء وجميع بخير بيكم ومرضى على نظيبي، باوع الحال الامهات، نريد عفو عام كيف ما نريد، نريد عفو عام طلعونا وليداتنا. خلونا نشوف التعليقات مشاهدينا الكرام على هذه المقاطع. محمد علي يقول: المشتكى لله، لا إله إلا الله، صرخات المظلومين من أمهات السجناء وعوائلهم وأطفالهم تكسر القلوب. ما
ماجد الكبيسي يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل سياسي عراقي يعارض قانون العفو العام. تعليق من فلاح يقول: نطالب بإقرار قانون العفو العام عن الأبرياء والمظلومين، الله أكبر عليكم. وتعليق من أم محمد تقول: نحن أمهات السجناء المظلومين نطالب بالعفو العام عن كل السجناء المظلومين أسوة بباقي الدول، أنصفوا أولادنا المظلومين، كفى ظلما، ارحموهم يرحمكم الله. خلونا نسمع رأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول الأمي أو أختي هاي طلعت تقول ذبينا شيلاتنا وتفرحنا. نعم. قول يما بعد بيتي أنتي. أنتي ذبيتي شيلتش على واحد شريف. هم هذول الأشراف اللي ذبينا الشيلة ماتش على هذول اللي يسموه. وتقولين حسبونا ماكم. لا يا والله نكسوش هذول. أنتي مو أمر هيش ناس دايحة. مع احتراماتي لك. هذول ناس دايحة ناس ما لا غيرة ولا غرغرة. مو حماة الأعراض هم يا أبو عبد الله؟ مو حماة الأعراض؟ منو حماة الأعراض؟ هم ذول المسؤولين اللي بداخل الحكومة اللي قياداتهم موجودة بالميليشيات الحشد وغيره، مو يقولون احنا حماة الأعراض؟ أستاذ العزيز حتى أنت لو تكمش قزمة وتفلش الكعبة ولا تقول حماة الأعراض ذول. يا حماة الأعراض حمي هاي الناس الأرامل هسه ماكو، نسوان ترملت، جهال داحت، ما حد يعرف مصيرهم شنو. يقولون عليهم دول امهات الارهابيين يا ابو عبد الله. لا يا حبيبي لا، شلون امهات الارهابيين؟ امهات الارهابيين تبي هسه وين؟ امهات الارهابيين برا العراق وحقوقهم كامله. واكو ناس تلمس اللي انقتل ابنها ماكو بتفجير غير تفجير حسب شهيد. وام الشهيد الصحيح وابو الشهيد الصحيح اللي بالعراق ما ياخذ كل حقوق. ويركض وعيساموه على المعاملة مالته، تنطيني نص الفروقات أو تنطيني كل الفروقات بس نطلع لك راتبك. طيب راح أقول لك تعليق تصريح من هادي العامر. إيش يقول مثل ما سفكنا الدماء في سبيل إدخال هؤلاء إلى السجون، سنسفك الدماء إذا أقر قانون العفو العام، إذا حاول أحد يطلعهم. هذا هادي العامري زعيم منظمة بدر وميليشيا بدر اللي ذبحت العراقيين، يقول لك إحنا مثل ما ضحينا في سبيل أنه نملأ هاي السجون راح نضحي بالدماء وبالبشر حتى في سبيل ما يطلعون. ليش هذا الاستقتال على إبقاء العراقيين الأبرياء داخل السجون برأيك؟ استقتال أنا أقول لك ليش. هاي يومية كل السجين مصرف الغذاء ماله يومية إلى كل دولار، يعني 10 أو 20 أو أقل. هاي مستفادين من عدد أستاذ العزيز، هو كل ما ينطب دولارين، يعني كل ما ينطب 2000 دينار مال لفتين فلافل معين طول. يعني هاي الملايين ماكو عمي، يعني ترى شيء مخيف ترى هذا الصرف للسجون، صرف خلينا نقول يعني، ولو قوات الأمنية اللي يقولون عليها قوات أمنية يعني شيء دوخ. يا عمي من نحكي نبتلي، من تحكي ماكو راس يقول لك أنت إرهابي، أنت كذا أنت كذا. يعني وأنت شفت ماكو هاي ثورة تشرين وغير ثورة تشرين كلها انقمعت. يعني من اللي طالب بحقه يطلع ارهابي، يطلع مخوشادني مع احتراماتي. طيب. مع احتراماتي يعني انت وصلتني. نعم، شكرا جزيلا ابو عبد الله من صلاح الدين، وصلت الفكره. ويانا السيد ام كرار من البصره. ام كرار، الو، تفضل يا ام كرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك قلبي والله ناشد الناس الخيره، ناشد محمد الشاع السوداني بالعفو العام. احنا عوائل السجنات اذيني وتعبني، فلوس ما عندنا، بيوتنا راحت للمحامين بعناها، وقاعدين بجار، وحالتنا كلش تعبانه. يعني الى متى هذا الظلم؟ وبالسجون هم تعبانين ومرضى وتدرن ماكلهم. نعم. السيدة ام كرار، قيس الخزعلي شو يقول نرفض اقرار قانون العفو اللي راح يطلع الارهابيين من السجون. هم انعرضوا على محاكمات أو جرت محاكمتهم بطريقة عادلة، الناس المعتقلين الشباب والرجال الموجودين، حتى يقول عنهم إن هم إرهابيين. طيب إحنا عندنا أصلا قضاء عادل موجود بالعراق، حكم الناس وفق قوانين وفق أنظمة مستقلة بعيدة عن التأثيرات والضغوطات. ما بتضعوا عدم شكل خليفة تجين تعرف علي. ها؟
اقول لك الارهابي شكو مخلي بالسجن تعرف على كبه وعقم اذا اكو ارهاب. هم دا يسوون هيك طبعا، هم اختلط الموضوع وصار اذا اكو فعلا كم واحد ارهابي عمت على كل السجناء الموجودين، وصاروا بنظر هاي الاحزاب كلهم ارهابيين. يعني انت منو عندك؟ عندك زوجك لو ابنك يا لو 20 هواي راحوا ويا شباب انظلمت. منو عندك يوم كرر انت بالسجون؟ انا رجلي والله زوجك معتقل. شنو تهمته؟ ايه هو 28 ولقوا قاعد يوم صديقه لا لقوا بجيبه ولا كذا وبيده الله وكيله يعني مخدرات يشتغل بالبلديه. ايه مخدرات. مخدرات نعم. وهو ما له علاقة؟ ما والله رايح خطار بين الصديقة. طيب وكلتي له محامي يعني اكو في الطريقة؟ والله خذ بعد بيت حواسم بعتي اعطيت للمحامي كل شيء ما سوالي خذها هنا وما سوالي شيء. طيب انعرض يعني كلها الادلة والاثباتات الدينة مو لرجلك؟ ها؟ الدين الاثباتات كلها على رجلك ضد زوجك؟ اي والله ماكو ما عنده شيء يعني. قلت لك حتى يشتغل بالبلدية شاف طيب. ولو تاجر شاف تلقى عده بيوت عده شيء صح لو لا؟ تمام. ام كرر نعم وصلت الرسالة. جار اي والله مواجهة تقوى لمن هلم. نعم واروح لي. نعم الله يكون بالعون. الله يكون بالعون. شكرا ام كرار من البصرة اشكرك للمشاركة. ويانا محمد من امريكا تفضل يا محمد. الو السلام عليكم استاذ محمد. احيي. وعليكم السلام. احيي قناه البطل الرافدين. حياك الله حياك الله. عزيزي هم من 2003 لحد الان هم ود الخيبه كلها بالسجون. هم الارهاب. هم الخزعلي ارهابي. هذا العامر ارهابي. هم يحكمون العراق كلهم ارهاب. هم يستخدمون صالح ايران. ود الخيبه بالسجن. استاذ محمد قسما بالله كنا انا كنت اداوم يعني بالداخل يا مسؤولين على السجون. يطلع البريء يقتلونه يم جوا الجسر مال النهضه قسما بالله. يطلع بريء السجين يقتلون زوج جسم والنهضه قسما بالله والله العظيم يشهد علي الله. طيب بس عندي سؤال سيد محمد. هو شنو تعريف الارهاب او مفهوم الارهاب بالعراق؟ يعني احنا اليوم دنشوفه مصطلح مطاط. ماذا تعرف المن دي يستخدم ضد من؟ المفروض يستخدم ضد من؟ ولما دنشوفه دي يستخدم ضد كل من يعارض الحكومه، كل من يعترض على سياساتها، على فسادها، على اجرامها. اليوم الارهاب بالعراق ما مفهوم منه. يعني مثل ما تفضلت القيس الخزعلي وهادي العامري موضوعين على قوائم الارهاب الدوليه، ومع هذا الناس اللي موجودين واللي ايدوهم يقولون عليهم شيوخ المجاهدين. احنا شنو مفهوم الارهاب عندنا حتى الناس الابرياء اللي بالسجون محكومه باربعه ارهاب؟ عزيزي هو هادي العامري والخزعلي ودول الزمرة الارهابيه قاعدين منطقه الخضراء قسما بالله هم الارهاب ليس العراقيين. عم يطلع هدهم يسوون اربع ارهاب. عم واقع ديه ابن الخايبه. ابن الخايبه كم يحط ديه وياهم؟ عندنا هواي ديول ايرانيين تابعين لهم يدافعون عليهم. عندنا دول البلد نادي الاراد له تصفيه، البلد اراد له تنظيف من ساعه الراس قسما يعني بالله. يعني كل هاي الاعداد من السجون من السجناء والمعتقلين اللي بالسجون الحكومية والسجون الميليشيات السرية والعلنية، وإحنا لولانا لسقط العراق بيد الإرهاب، وإحنا اللي حررنا العرض العراقي من الإرهاب وحمينا من خطر الإرهاب، والعراق عبارة عن بؤرة لتفشي المخدرات، صالات القمار وبيوت الدعارة ومحلات بيع المشروبات الكحولية والمخدرات ملأت العراق. العراق بلد مباح ومستباح للجميع. اليوم الأمريكان موجودين والإيرانيين موجودين وغيرهم موجودين في العراق يدخلون ويطلعون وما حد يعترض وما حد يقدر يسوي شيء. اليوم هاي الميليشيات تقتل كل من يعترض على الحكم بالعراق. هذا بلد نقدر نقول به عدالة وتطبق على الجميع بشكل صحيح؟ حتى نقول لكم محاكمات يابا وبالتالي محاكمات عادلة وبالتالي ذول اللي موجودين فعلا إرهابيين اللي داخل السجون؟ شنو المعايير اللي عندنا بالعراق تقول احنا دولة عادلة وبها نظام ديمقراطي وبها قضاء مستقل؟ عزيزي استاذ محمد هو القضاء مالنا مسيد ايراني. ارجع ل 2003 من دخلوا الامريكان. من قدم الامريكان ورج وسيارات بها نساء عايشه ما شغله دعاره للقواعد الامريكيه. ارجع ل 2003 لورا هم جماعه المقاوله هم نفسهم دول الدعارة. هسه ملاهيهم موجودة ببغداد وغير بغداد الخزعلي وغير الخزعلي. نعم. وهذه العامري. نعم. قسما بالله هم دمروا العراق. عمار الحكيم طبعا. وعمار الحكيم هاي لازم هاي جزئية لازم ما ننساها. وعمار الحكيم
صحيح هم نعم. كلهم شغلتهم حشر دعارك هم شكراً دعارك. نعم شكرا جزيلا. وهذا الكلام مو تهم، هذه قالها نواب وأعضاء مجلس النواب في داخل الحكومة، من ضمنهم حتى جابها بشكل ما ذكر الاسم فائق الشيخ علي، لكن طرحها في عندما كان نائبا وتحدث أنه شلون عمار الحكيم يعرف بالبارات وأسعار المشروبات الكحولية بالسعر وعدد البارات الموجودة بالعراق والملاهي الليلية وغيرها. عمار الحكيم يعرف ويقول أنا نائب ما أعرف. فالقصد من الكلام أنه إحنا اليوم عندنا مجموعة تحكم العراق، كيفها تطلق التهم على الناس، كيفها تقول هذا إرهابي وهذا مواطن صالح، كيفها وبمزاجها تقرر من المواطن اللي يستحق أنه يعيش حياة كريمة ومنه اللي يستحق أنه يذهب داخل السجون وخلف القضبان من دون تهمة وما يعرف شنو ذنبه ولا يعرف شنو الخطأ اللي ارتكبه، وتلصق به التهم بسبب الوشاية الكيدية، بسبب دافع طائفي، أو بسبب الاعترافات اللي تنتزع بالإكراه. عندنا أم عبد الله من صلاح الدين، تفضلي. كم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يعني بالنسبة للعفو، أنا زوجي صارت مشاجرة. نعم. وصارت دعوة كيدية، دعوا علي بأنه هددهم بالقتل. طيب. فحكموا يعني 4 أشهر، ظل شيء قليل. طيب. بس حبيت أعرف يعني بالنسبة للعفو شو كنت يتطبق مال عن السجناء؟ أم عبد الله بس عندي سؤال، يعني أتمنى طبعا أتمنى كل الأبرياء يطلعون، بس أنت رجلك باقي لش قد من 4 أشهر اللي انحبسها؟ باقي لشهر تقريبا. أم عبد الله يعني والله العظيم أنا فاهم، أنا فاهم ومقدر، بس يعني إن شاء الله بإذن الله ما بقى شيء. هانت الشهر، هانت يا أم عبد الله، منتظر عفو عام على الشهر. الله يكون بالعون يا أم عبد الله، والله يصبرك على مبتلاك، بس يعني الله يعين اللي 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 ابنها وزوجها صار له 15 و20 سنة، الله يعين اللي زوجها أو أبوها وأخوها صار له 20 سنة و15 سنة و8 سنوات و7 سنوات وأكثر وأقل، ما يعرف شنو تهمته ومنتظر ما يعرف شو وقت يطلع. إذا على قد شهر يا أم عبد الله مقدورة، يعني استهدي بالله وصبري إن شاء الله وتقضى الدور والباقي على ذن النسوان العراقيات الشريفات اللي راحوا أزواجهم بتهم كيدية وبدوافع طائفية على أسباب ما يعرفون، على تهم ما يعرفون شنية. منو يانا؟ طيب تداخلت الخطوط، يبدو فقدنا الاتصال ويا أم عبد الله. عموما شكرا جزيلا. نجي على المسؤولين واستغلالهم للسلطة. يدرك طبعا أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين بحكومات بغداد المتعاقبة يدركون الكراهية اللي يحملها ضدهم الشعب العراقي، ولذلك يمتنعون عن الظهور في الأماكن العامة ويفضلون أنه يبقى زجاج مركباتهم مظلل حتى يحجب رؤية الناس عنهم، ودائما تغلق الشوارع عند مرورهم ويقودون أسطول مركباتهم بسرعة مصحوبة بسيارات مسلحة قبل وبعد الموكب من أجل حماية السيد المسؤول. ولكن لأن العراق بلد بلا قانون، وصل الأمر حتى لصغار الضباط أنه يستغلون وظيفتهم ويخالفون القانون ويهددون حياة الناس ويتجاوزون على شرطة المرور ويقطعون الطرق، مثل ما حنشوف هذا المشهد وهذا المقطع اللي جرى تصويره في العاصمة بغداد. خلونا نشوف. المرور منتظر الضابط يفوت منه على القناة وقاطع العالم قطي. أهم شيء الدولة تبقى مرتاحة، الشعب عادي طب مرض. شوف وباقي العالم لكنها واقفة على الضابط يفوت. الضابط يفوت بدون يوقف اللي بالتسير. المرور منتظر الضابط يفوت منه على القناة وقاطع العالم قطي. أهم شيء الدولة تبقى مرتاحة، الشعب عادي طب مرض. شوف وباقي العالم لكنها واقفة على الضابط يفوت. الضابط يفوت بدون يوقف اللي بالتسير. نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. مثل ما ذكرنا قبل قليل، رجل المرور بالعراق اللي يرفض الانصياع لتعليمات الضباط المتنفذين يكون مصيره انه يتعرض الى الضرب. وانتشر مقطع مصور في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض شرطي مرور في مدينة الكوت لاعتداء على يد منتسب في جهاز مكافحة الإجرام بسبب شجار حدث بين الشخصين في شارع
الكورنيش. السبب بالمشكلة رجل المرور منع المنتسب من ركن سيارته في شارع مزدحم أصلا وبطريقة مخالفة للقانون، وهو شارع الكورنيش قرب المدرسة المركزية. لما رفض شرط المرور أنه هذا المنتسب الأمني بجهاز مكافحة الإجرام يقوم بركن سيارته بطريقة مخالفة بشارع مزدحم، نزل المنتسب وقام بضرب شرط المرور بأخمص المسدس، وتسبب بنزيف حاد في منطقة الرأس لشرط المرور. وبعدين لما بدأت الناس حاولت تتدخل حتى تفض هذا الشجار، قام بإخراج مسدسه وأطلق الرصاص بالهواء لإخافة الناس وتفريقهم. خلونا نشوف. خلي نشوف التعليقات مشاهدينا الكرام على هذه المقاطع. عمر يقول أكيد راح يطلع بكفالة الخاطر سيد فلان وشيخ فلان، وحق المظلوم يموت والقانون يطبق على الفقير فقط، وعاش وعيشة سعيدة. محمد الدراجي يقول هي هاي الرجولة تسحب سلاحك على رجل لا يملك سلاح سوى الصفارة. أبو مناف يقول عام الفوضى، نحن الآن في غابة والله يستر من القادم. ومالك صالح الشمر يقول دولة تقودها شلة عصابات ونشالة، شو تريدها تصير أو شو تريده يصير؟ ويانا السيد أبو ماريا من كركوك، تفضل يا أبو ماريا حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخوي علي بس اذا عقد المقطع اللي سابق مال الزحام. شلون العفو؟ المقطع السابق مال الازدحام. اي الازدحام، تفضل. نقاش ان شاء الله وياك علي، اريد بس اثني وياك. تفضل، شنو تعليقك؟ تعليقي يعني مو كل من صوركم انا مو راح لكم وطبقني على بس يعني هذا الرابط هذا يجوز هاي الازدحامات، يجوز هذا المرور يعني حركة صالح المواطن. نعم. يعني تمام. مقطع تمام. تمام. الحكومة من باب طيب. العدالة. سليم كلام سليم. طبعا احنا مثل ما قلنا في بداية الكلام في بداية الحلقة، وهذا النظام عملنا في البرنامج أبو ماريا، انه احنا اللي دنعرضه هو المتداول، يعني الناس اللي تداول هذا المقطع، الناس اللي صورته، الناس اللي نشرته، تقول بانه هاي الحاله هي كذا. بس انا اريد اسالك بعيدا عن هذا الجزء اللي انت دخلت تتعلق عليه، هل تنكر انه في العراق اكو قطع للشوارع حتى يعبر السيد المسؤول بالموكب مالته؟ مو الصراحه غير لازم ينقطع السيف تاع المسؤول يعبر. ليش؟ يعني لا وحده ليش لازم ينقطع السير؟ كل دول العالم ترى صدقني انا متابع قناه لا حكومه ولا بالعكس اقرب اخواتي واكثر من الحكومه. طيب بس اريد اسال ارجع اسالك ابو ماريا وحفر السؤال بطريقه ثانيه حتى بس تنطيني جواب. المسؤول هو اليس موظفا في الدوله حاله حال اي موظف ثاني، وظيفته يخدم الناس؟ نعم. طيب ليش يتعالى على الناس ولازم ينقطع الشارع حتى حضرته يعبر؟ ليش؟ مو انا ارجع واقول لك جيبي دوله من الدول حتى اللي عربيه الاسلاميه هذا ما ينقطع الشارع. ليش يعني مو بس بالعرفان نظام ساعد يعني؟ طيب بس جاوبني عوفنا من بقيه الدول. هسه احنا نقول يا طالب انت فاشل، ليش يقول لك مو هم بصفي القاعد بصفي بالرحلة هم رسب؟ يعني الفشل لازم احنا خلينا بقضيتنا، انت ليش مسؤولك لازم ينقطع للطريق حتى يعبر؟ بالله بقية الدول كل من، ورغم انه اني هذا عندي ملاحظة على هاي الجزئية وراح اذكر لك اياها في اللحظة،
لكن عوفك من بقية الدول، خليك من النموذج اللي قالوا عليه لما اجوي بعد 2003 انه احنا انتشلناكم من صدام حسين الدكتاتور اللي كان يسدسد الشوارع حتى هو يمشي بالموكب مالته، خلصناكم من هاي المظاهر السلبية، اجينا في بلد ديمقراطي، بلد الكل سواسية، المسؤول خادم بالدولة، ليش ما تطبقون هاي المعايير؟ ليش المسؤول اليوم ينسد الشارع على موده؟ وياك يعني وياك هذه حتى وقت صدام وقت هذا ولازم بس مو كل مسؤول إذا مسؤول كبير بالدولة أو تواسيك لازم يعني انقطع السير. أنا ما أخفي كنت الإداري وكل الدول أكرر وياك يعني هاي ثالث مرة ما أدري رابع مرة دا أسألك ما دا تجاوبني ليش المسؤول بالعراق لازم ينسد للشارع، وراح أجيب لك المثال اللي قلت لك عليه مثل ما أنت تقول إنه أنت مفتر حضرتك، أنا أيضا مفتر وشفت بعيني ودولة قريبة من العراق، تركيا قريبة من العراق، بيناتنا الحدود برية، يعني ماكو بيناتنا مسافة ونقول بالله احنا فرق، لا احنا ملاصقين لها الدولة. المسؤول اكو شيء لما يعمرون الطرق هاي، اذا عمروا ذولا الحكومة اللي جت بعد العراق بعد 2003 من يعمرون ان شاء الله اذا صار تعمير، اكو شيء اسمه طريق للطوارئ يا ابو ماريا، حارة ضمن الشوارع الطرق السريعة تصير حارة لمرور السيارات الطارئة، يعني مثلا الإسعاف، الإطفاء، سيارات الشرطة، ويعبر منها المسؤول. هاي الحارة ممنوع قانونا أنه يمشي عليها المواطن العادي، تجي غرامة تمام، وبالتالي المواطن دائما يمشي طريقة، والمسؤول إذا حبي يجي من الطريق الفلاني يستخدم هاي الحارة. طيب هم بلطوا لك شارع، بس سؤال، بلطوا لك شارع، عمروا، سووا بنية تحتية فوقية، تمام. نص الصوت يا ابو ماريا. العفو. يلا تفضل جاوبني بس. يلا على كل حال انا انطيت رايي وارجو ان تقبلوني. يلا شكرا جزيلا ابو ماريا، شكرا جزيلا، بارك الله بك. ابو ماريا انت رجل دطب وتقول اني محايد وحق باطل واني مو ويا الحكومه ولا ويا القناه، انا اريدكم تطرحون الموضوع بموضوعيه وبعيدة عن المبالغات وغيرها. طيب سألتك السؤال يمكن 5 مرات، ليش المسؤول بالعراق يعبر ولازم الشارع ينسد ولازم يسوي إرباك بالشارع ولازم الناس تنتظر مثل العبيد، مع احترامنا للعراقيين طبعا، في سبيل أنه حضرة جنابة اللي ما بلط شارع ولا بنى مدرسة ولا بنى مستشفى ولا قدم بنية تحتية وخدمات يعبر من هذا الطريق على أي أساس؟ المنصب اللي عنده اللي أخذه هو منصب يعني امتياز، لو هي مسؤولية المفروض يحترمها والمفروض ينفذ الوظيفة، ينفذ بنود وشروط الوظيفة اللي هو مستلمها، يعني أكو عنده التزامات عليه أن يوفي بها إلى الناس إلى البلد. مثل ما قلت لك أنت تقول في كل الدول، وأنت ليش دائما الحالة السلبية تريد تلزمها؟ ليش ما تقول إحنا أحسن من غيرنا أنه لازم نسوي كذا والمسؤول عندنا لازم يسوي كذا، المسؤول لازم يبلط شارع ويخلي حارة للطوارئ هو يعبر منها من يريد، حالة حال سيارات الإسعاف والإطفاء وسيارات النجدة وغيرها، ليسوي إرباك بالطريق ولا يشغل العالم ويعطل الناس عن مشاغلها والحالات الطارئة اللي دتنتظر بسببه. طبعا خلونا نطلع من هاي الجزئية ونروح على موضوع ثاني، وأرجو من السيد أبو ماريا بس يراجع نفسه ويتابع، يعني ما هل يستحق ذولا؟ بس يا أبو ماريا سؤال أخير، هل يستحقون بعد 20 سنة وإحنا أسوأ دولة بالعالم وأكثر الدول فسادا، وبغداد من أقذر المدن في العالم، العواصم هاي تصنيف طبعا، هاي مو افتراء تمام، وأخطر المدن في العالم وأسوأ البلدان، وعندنا نصف شباب العراق مدمنين مخدرات وغيرها وغيرها من البلاوي، يجي قلب تدافع عن ذولا أو تبرر لهم أي شيء؟ عموما كشف إعلان رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني، حكومة الإطار التنسيقي طبعا، كشف مؤخرا عن شمول أكثر من 2 مليون أسرة عراقية. مشاهدينا ركزوا بالرقم، 2 مليون أسرة مو فرد، 2 مليون أسرة عراقية بأموال دعم الرعاية الاجتماعية. هذا الموضوع كشف عن جهل الحكومة في معالجة أزمة الفقر، وأجمع اقتصاديون على أن محمد الشيع السوداني باستعراض الإعلامي عن شمول أكثر من 2 ملي أسرة عراقية بالرعاية الاجتماعية
هو يؤكد ويعلن عن وجود أكثر من 10 ملايين فقير في العراق. هاي طبعا إذا افترضنا أنه معدل كل أسرة عراقية يتكون من 4 أفراد، طبعا أكدوا أيضا وخلينا نقول 5 أفراد وخلينا نقول 4، هاي 8 ملايين. وأكدوا المراقبين على أنه بلد مثل العراق يسخر بثروات الهائلة، من المفروض أنه تعمل الحكومة به على استثمار أموال الثروة النفطية في مشاريع منتجة تدير عجلة الاقتصاد العراقي وتقلل من عدد الفقراء بالبلد، وليس التباهي بزيادة أعدادهم مثل معرض السوداني أنه جاي يشمل 2 مليون أسرة عراقية بالرعاية الاجتماعية. فالسؤال يوجه إلى هادي العامري هنا، اطلع وقول الفقر كذبة، أكد ما ذكرته في تصريح سابق. خلونا نشوف هذا المقطع مشاهدينا الكرام اللي تم تداوله بشكل كبير لطفلة عراقية تستقبل عام 2024 وهي تتحسر على حالها عند مقارنة ظروفها مع ظروف أطفال آخرين. خلونا نشوف هذا المقطع. شفتوا اللقطة؟ هاي نتاج وإفرازات حكومة الإطار التنسيقي. هاي الطفلة، هاي نتيجة 20 سنة اللي دي حاول يبرر لها السيد أبو ماريا وغيره أنه ليش المسؤول يعبر والطريق ينسد. هذا المسؤول اللي المفروض هو خادم للمواطن، خادم للمواطن، هو اللي ينتظر المواطن يعبر مو العكس. نتيجتها أنه هاي الطفلة ده تمسح سيارة مواطن عراقي آخر، الله يحفظهم جميعا طبعا، وبناته اللي بنفس العمر دا يتفرجن على هاي الطفلة وهي تتفرج عليهم بالمقابل وتتحسر طبعا، الله يحفظ الجميع. لكن هذا ما أوصلتنا إليه حكومات بغداد المتعاقبة بعد الاحتلال، وتحديدا حكومة الإطار التنسيقي، هي نفس الأحزاب طبعا، فالحكومات السابقة كلها نفسها. خلونا نكمل. يرى مراقبون أن ظاهرة الفقر بالعراق اللي يعد من أغنى دول العالم بثروته النفطية يعود بالدرجة الأساس إلى السياسات الحكومية الفاسدة وإلى سرقة خيرات البلد الغني بموارده. وطبعا يرى خبراء بأن مواجهة الفقر تحتاج إلى خطوات في مقدمتها تنشيط القطاع الاقتصادي بشكل عام ودعم الواقعين تحت خط الفقر ومحاربة جدية للفساد. هذا المقطع يظهر به رجل عراقي، مواطن عراقي فقير يجلس مع أطفاله يتكلم عن معاناته، يشرح حاله وشلون دي يعاني بسبب الفقر. خلونا نشوف. نمسح جام، ملينا من لم القواضي ومن لم الكواكين، ملينا وصار في حال نفسية، والله كنا سعرفهم ما مستحقين، وكيف يزينك ما مستحقين وقاعد يستلموا ربعها بس عن طريق العلاقات، غير عمر عاي اجتماعية. أنا على ذمتكم وبرقبتكم وبرقبة الدين، مو اللي الجهال هذول باكس هذول الرعاية اجتماعية ورب الاستحقاق قاعدين بخرابة بالحواسي، وهذول ايتام الأم، وناشدكم باسم الدين وباسم الأخلاق وباسم الإنسانية. خلونا نشوف مشاهدينا التعليقات اللي وردت على هذه المقاطع. رعد يقول الله مع الصابرين، رحمتك ربي لهذول الناس اللي لا حول ولا قوة. علاء يقول ماكو عدالة، ناس بيوت وسيارات عندها وتستلم رعاية وناس قاتلهم الضيم والفقر بلا رعاية. تعليق من أبو عباس يقول اي والله للعلاقات والتجار، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يكون بعونك مدير الرعاية تشوف، الله يكون بعونك مدير الرعاية تشوف لو نايم. وعلي يقول الرعاية للتجار، والله الفقير ما عنده رعاية شو يسوي بها، أهم شيء التاجر أو التجار تستلمها. خلونا نسمع رأي السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي.
طيب ويانا ابو محمد من البصره، تفضل يا ابو محمد. السلام. وعليكم السلام، حيا الله ابو محمد تفضل. العفو استاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ الكريم عفوا على اسمك شويه ما يحضرني. محمد وياك، محمد يا سيد ابو محمد. والنعم منك محمد، محمد هاتي. تفضل ابو محمد. هذا الموقف اللي شفناه هسه الاعتداء والله ما حد يرضي، لله يعني لله. اول شيء المفروض من هذا ما يجي، اكو قانون لازم هو يشتكى عليه، غير ما اضرب لي واحد بالشارع. كان من يكون مثلا فقير، مرور، انسان عادي ما ينضرب، هذا الضرب مو شان الناس. يعني احنا مو قاعدين بغابه. صحيح. لكن استاذ انت حضرتك الله يطول عمرك ان شاء الله. الله يسلمك الله يبارك. مثلا اكو شغلات تصير، تقيسنا احنا بتركيا، اما تقيسنا بفلان دوله. اكو فرق بين واحد مريض واحد مشافي. مثلا احنا جبناها حروب صار لها تقريب 40 سنة. فهاي الحروب تأثر وتأثر على المجتمع. وبعدين المجتمع صار شوي من ما تقول، كان واحد يحكم بهم تقريب 400 من 300 حزين. يصير الظواهر هاي بعدين. طيب. بس انا احسب عليك فتشي وانت رجيل طبعا فاهم ما ظلم مثل الإبداعة وتحاكي مجتمع عليك عتب. من الواحد يتجاوز هسه انا الاحظ مثلا حشرات بلا عدتهم يعني من الدعارة كذا هاي اشوفها ما تليق بس بخلاف مثلا هي مو هاي مو تجاوز يعني حاكي مجتمع. تمام تمام. وتلحون بعض المرات على مثلا السيد الثاني او على اي رمز احنا ما نقبل. طيب كلامك على العين والراس يا ابو محمد من البصره، وانا اشكر حضرتك شكرا جزيلا على كلامك الطيب اللي ما بي اي عيب ولا اي غلط ولا اي تجاوز، بالعكس كلام وراي يحترم ونحطه على الراس. بس عندي رد سريع حتى ما اخذ ايضا من وقت البرنامج سيد ابو محمد. اولا توصيف الحاله هو مو شتيمه ولا تجاوز. لما نقول انه العراق بي مناطق فيها تكثر فيها بيوت الدعاره، هذا موضوع ليس تجاوزا ولا إهانة للعالم ولا جرح لمسامع الناس. هذه حقيقة مرة يجب أن تسمع، واللي يحاول يسد أذنه أو يسد عينه عن هذه الحقيقة حقيقة يعني دي يحاول يسلخ نفسه من المجتمع، أو دي يحاول يعيش في 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 فقاعة أو في 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 دائرة أو قوقعة معينة يغلق بها على نفسه ويريد يعني ما أعرف يريد ينعزل عن الواقع عن الحقيقة. هو حر، لكن هاي الحقيقة موجودة، الحقيقة المرة بشعة نعم، بس على الناس اللي تحاول تدافع عن هؤلاء تحاول تحمي وتبرر لهم فسادهم وإجرامهم أنه يعرفون حقيقة هذا البلد الصار بي بعد 2003، شنو المفاسد اللي دخلته واللي كثرت بي واللي أصبحت الآن يجاهر بيها بشكل علني، صالات القمار وبيوت الدعارة والملاهي الليلية وغيرها أصبحت حالة طبيعية في داخل مجتمع محافظ. يا ابو محمد انت بالمقابل يعني اكو تناقض، تقول لي لا تحكي لا تجيبون طار المرجعيه احنا ما نقبل. كيف ترضى مرجعيه النجف بزعامه علي السيستاني وهي طرف ديني ويرى بانه هذه الاعمال، وطبعا بالدين الاسلامي هذه كلها مفاسد وكبائر، شلون يرضون انه هذا البلد المقدس اللي بين النجف وكربلاء واللي يزحف له ملايين الزوار سنويا، شلون يرضون انه يكون هذا البلد بمخدرات؟ شلون يرضون انه بيه ملاهي ليليه؟ شلون يرضون انه بيه صالات قمار وبيوت دعاره؟ شلون يرضون انه يباع الكحول بيه علني؟ شلون يرضون؟ ما يريدون احد يحكي عليهم وينتقدهم؟ يطلعون ويدافعون عن العراق ويحمون من هذه الاخطار بفتاوى مثل ما طلعت لنا هاي الفتوى داعش، يطلعون بفتاوى لاحقاق الحق وانهاء الفساد الموجود. انت تريد الناس ما تنتقدهم؟ ليش هم من هم حتى الناس ما تنتقدهم؟ حالهم حال بقية البشر، طالما مو انبياء حالهم حال بقية البشر. اذا هم موقع أو موضع نقد وموضع يعني هجوم طالما سكتوا عن الباطل وسمحوا ان هو يتفشى. شكرا ابو محمد. ابو صهيب من السليمانية تفضل. ابو صهيب فقدنا الاتصال. طيب
نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة. يمثل قطاع الخدمات أحد أهم محطات الفساد وأكثرها تأثيراً على الحياة السياسية اليومية في العراق. هذا القطاع اللي يشمل الخدمات الأساسية والبنية التحتية شهد إنفاق الكثير من الأموال دون تغيير حقيقي بالبنية التحتية اللي لا تزال تعاني رغم توسع قاعدة المستخدمين. ولا تستثنى طبعاً أي محافظة عراقية من الفشل في تقديم الخدمات، لكن احنا راح نسلط الضوء على محافظة ديالى في هذا الملف. خلونا نشوف الأمطار الأخيرة اللي نزلت على شوارع محافظة ديالى تحديدا في حي المعلمين، شلون تحولت إلى أنهار من المياه الآسنة والبرك الطينية. خلونا نشوف. محافظ ديالى المحترم، ذول الأهالي بحي المعلمين بديالى يقولون بس نريد نعرف احنا هذا الحي مالنا محسوب على وزارة الري لو على البلدية مال ديالى، يعني يريد بس يستفسرون، لان يقولون احنا الحي مالنا 24 ساعة انهر وغرقانين بالمي، فيقولون يعني احنا الظاهر ما محسوبين على البلدية، محسوبين على وزارة الري، فيريدون يفتهمون شنو موقفهم. نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. يتداول سكان محافظة ديالى العديد من المقاطع المصورة اللي تلخص الحال المتردي اللي وصل إليه أو وصلت إليه شوارع محافظتهم، لا سيما مركز المحافظة. وطبعا قضاء بعقوبة هي مركز المحافظة اللي يعاني وتعاني شوارع من الخراب وتجمع مياه الأمطار والمياه الآسنة أسابيع من دون تصريف بسبب انعدام الجهود الحكومية والخدمية وغياب البنية التحتية. خلونا نشوف. عندنا هذا حالنا، شوفوا يجينا نص ساعة أبو الشفال يشتغل كسر البواري وعاتنا هذا حالنا بالمطر، وهم زين قطة وعطلة للجهال مال المدارس. هذا حالنا، عايزنا بس بيض بيض نحط مال سماج دا يتكاتر، عايزنا بلامة. هذا حالنا بهالشارع، هذا صار له 6 أشهر 7 أشهر هذا حالنا بهالمطر بهالطين، جهالنا شلون يروحون للمدارس الا احنا الكبار هيش، شلون 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 نمشي الناشد الناس الخيرين الناس الطيبين. خلونا ان نستعرض التعليقات مشاهدينا الكرام. ابو ليث يقول ليش المحافظ ما يشوف هذا الشارع، ما يتجول بالمحافظه ويتابع مشاريع المحافظه المتهالكه، لو شنو الموضوع. عندنا تعليق من ابو حيدر يقول قابل جديده هالسالفه، كل سنة نفس الشيء يتجدد. عندنا تعليق من علي يقول هي العيوب تبين بالمطر، وين المليارات انصرفت؟ وتعليق من عادل القريشي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأتوب إليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل ظالم وفاسد سرق حق الشعب. ننتقل مشاهدينا إلى فقرة الإنفوغرافيك. حصد العراق المراتب الأخيرة عربيا على مستوى جهوزية الذكاء الاصطناعي الحكومي لعام 2023 بحسب بيانات مؤسسة أكسفورد إنسايتس، ويقيس التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي أكثر من 100 معيار ضمن 7 مؤشرات، وهي الاستراتيجية الحكومية، البحث والتطوير، الكفاءات، البنية التحتية، البيئة التشغيلية والتجارة. خلونا نشوف التقرير الانفوغرافيك اللي يعد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية ليناقش وفصل هذا الموضوع.
ننتقل إلى فقرة الهاشتاج. مشاهدين الكرام، جدد مدونون مطالبتهم باستخدام النفط كسلاح من أجل الضغط على الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإيقاف التدخل أو لإيقاف هجمات الكيان الصهيوني على قطاع غزة. خلونا نستعرض بعض التعليقات على وسم مع وقف تصدير النفط العربي في منصة إكس. حيدر يقول: أوروبا والولايات المتحدة من الدول الصناعية الكبرى، لك أن تعلم أن جميع مصانعها تعمل بطاقة النفط العربي، فإن الضغط بورقة النفط وإيقاف تصديره قد يغير المعادلة لصالح العرب وغزة تحديدا، وإيقاف الإبادة الجماعية لغزة. تعليق من علي يقول: العرب قادرين على إركاع كل دول الغرب بوقف تصدير النفط وبدون أي حرب. ولينا تقول: ورب العزة، سكوتكم عما يحصل من مجازر في فلسطين سيأتي يوم وتدفعون ثمنه عندما تدور الدنيا وتشرب من نفس الكأس. أحمد يقول: خلوا موقفكم واقعي وليس إعلامي يا خونة. بهذا مشاهدين الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.